السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الغريبة ديال النخالة وبالكوك، كتجي رائعة وفوق من هذا الشيء كل شيء صحية. بلا ما نطول عليكم ندوزوا الوصفة وطريقة التحضير. عندنا جوج بيضات، ما ننساوش ديما واحد القريصه ديال الملح، كاس ديال السكر ديال الشاي. ما غاديش نكثروا بزاف لانه غادي نفندو مازال في السكر كلاصي. ثاني اللي بغى يعمل كثر يعمل كثر، الاختيار كيرجع ليكم. نزيدو الزيت تدريجيا، كنزيدو واحد المعلقة ديال الكونفيتور ديال المشمش، نزيدو عليه واحد الساشي ديال الفاني، نزيدو كاس ديال الكوك أو جوز الهند، كنزيدو النخالة بشوية بشوية. عندنا زلافة هنا، دابا نقدروا نجمعوا بيدينا. نزيدو واحد الساشي ديال الخميرة، خميرة الحلوى، كنحاولو نخلطو كلشي المكونات. هيا عملنا كل شيء من اخرى، كنحاول نعكوها مزيان باش نجي معلكه.
دابا كندوزو لتشكيل الكويرات، كنعملوهم على هاد الشكل. تنفندهم في السكر كلاصي، ولا كانت اليد كتلصق حاول تعملو المظهر. وغنستمر بهذه الطريقه حتى الاخير. من بعد ما انتهينا من تشكيل الكويرات غنضغطوا عليهم غير شويه وغندخلوهم للفرن اللي كان شاعل على درجة 200 فوق وتحت لمدة 10 دقائق. من بعد ما وجدت الغريبة ديالنا، ها هي كيف جات. جات رائعة، لا في المنظر ولا في المذاق. ننصحكم باش تجربوها، كتجي رائعة وسهلة في التحضير. وبجوج بيضات كنخرجوا بها 24 حبة. نتمنى ان هذه الوصفات تعجبكم، وما تنسوش تخلوا لي في التعاليق كيف جاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.